لم يتحدث عن نفا، زعم أن هذا المشفى كان مركز قيادة وتحكم وإدارة وسيطرة، بمعنى أن هذه المسألة أكبر بكثير من مجرد نفق. أين ذلك؟ لا يوجد شيء من ذلك. ليس لأننا نخفيه بشكل صحيح، وإنما لأن هذه هي الحقيقة التي يحاول الاحتلال أن يكذب بشأنها كما كذب بشأن الحفل. أما أن الاحتلال يجد حفرة هنا أو هناك، يدخل على نفق هنا أو هناك، نحن لا نخفي أن الأنفاق ممتدة على طول الطرق والشوارع في غزة، مئات الكيلومترات هذه الأنفاق، لم نخفي ذلك يوما. جهود الوسطاء في هذا الموضوع متواصلة، هذا لا يدفعنا إلى انتظار أي شيء. إذا ما التزم الاحتلال بما هو مطروح، عند ذلك سيكون أمامنا عملية يمكن أن تحدث. أما إذا لم يلتزم فالأمور عالقة. وأنا أؤكد هنا أن الذي عطل ويعطل هو نتنياهو، ولذلك أنا أقول لأهالي الأسرى، نتنياهو يلعب بالوقت، يكذب عليكم، لا يهمه سواء قتل أبناؤكم أو لم يقتلوا.